وصلنا رشا لمساحتنا الطبية الأخيرة. مين منا ما بيحب هيك يطلع كلنا على المراية ويشوف الابتسامة البيضاء، ابتسامة ابتسامة هوليود اللولو مثل ما بيقولوا يعني. صح؟ وكتير يعني هي ابتسامة هوليود مو بس صارت للمشاهير، أي شخص صار بيحب يمتلكها. صرنا بنسمع عن تقنيات كتير، الفينير، لومينير والعديد من التقنيات. بس ولا يعني اليوم نحن كثير مفروض نعرف نحن اليوم لشو بحاجه، وما راح لموضوع الاوفر ان كان باللون ان كان بياس الاسنان. حلو نضل نرجع للشيء الطبيعي، يعني الشيء اللي نحن موجودين عليه مع شويه تجميل. صحيح، وما بنعرف اذا هي موضه رح تروح ولا لا، ولكن هي موجوده. تمام، وهي كمان مو بس حاله تجميليه، يمكن عم تحل كثير مشاكل. كل هاي التفاصيل رح نحكيها اليوم مع ضيفتنا الدكتوره ديانا أقبيق، اختصاص طب أسنان. يسعد صباحك ورمضان صباح كريم. صباح الخير نرمين، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك، يسعد لي صباحك. أهلا وسهلا. خلينا نروح للتعريف العام للفينير. اليوم وقت الصبية أو الشاب بيروحوا يستخدموا الفينير، شو هو الفينير وإيمت نحن عن جد بنكون بحاجة لإله؟ هلا أول شيء بداية خلينا نحكي الفينير شو هي، شو شكلها. الفينير هي عبارة عن عدسة، أو فينا نقول هي عبارة عن قشرة خزفية. سماكتها هي بتكون سماكتها كتير رقيقة، من 0.3 إلى 0.5 ميلي. هي مكونة من مادة اسمها البورسلين، عبارة عن بلورات زجاجية من مادة اسمها ثنائي سيليكات الليثيوم، مضافة إليها أكسيد البوتاسيوم والألمنيوم والفوسفور لتعطيها القوة والمقاومة. قوتها تقريبا من 300 ل 500 ميجا باسكال، وهي متقبلة حيويا. هلا مثل تفضلت لي حضرتك انه ايمتى ممكن نستخدمها؟ ايمتى نحن اليوم بحاجة نكون لإلها يعني؟ هلا نحن لازم ننوه لفكرة انه الفينير هو بيخدمنا من الناحية التجميلية وليس الناحية العلاجية. مثل ما قلنا انه هو قشور خزفية، يعني هو بيكون بس على الوجه الامامي للسن، يعني هو لا يقوم بحماية الاسنان. فشو يعني هذا الحكي؟ هذا الحكي بده تكون عندنا الاسنان سليمة، لا تحتوي على نخور، ما فيها التهابات. نحن بس بدنا نكون نعالج الشكل التجميلي. ممكن اسنان اللي ما استجابت عنا للتبييض، فيها اصفرار، فيها فراغات. نعم، نروح لموضوع الفينير. صح، لكل تقنية مميزات وعيوب، خلينا نحكي مميزات الفينير وعيوبها. تمام، هلأ مميزات الفينير حنرجع نقول إنه مميزاتها تجميلية. تمام، هلأ نحن بيكون عنا هلأ مميزات الفينير، أول شيء إنه هي متقبلة حيويا. يعني هلأ مثل ما حكيت من شوي إنه المادة المصنوعة منها، شرحت المادة المصنوعة منها لحتى نعرف إنه هي ما بتعمل أي حساسية أو أعراض جانبية أو التهابات لثوية. فهي مادة نوعا ما بالتجويف الفموي مقبولة. غالبا الاشخاص اللي بيستخدموها هن الاشخاص بيستخدموا ماده الفينير هن الاشخاص اللي ما استجابوا للتبييض، يعني عندهم اسنانهم فيها اصفرار. غالبا المرضى المدخنين نستخدم لون الفينير. فهي من مميزاتها اول شيء انه هي لونها بيكون ثابت ما بيغير. ثاني شيء انه هي ممكن تخدمنا بناحيه اذا كانت الاسنان فيها تصدعات او تشققات، فهي بتعطي مثل شكل لامع وبراق، فهي تحاكي الشكل السن الطبيعي. هلا اذا بدنا سلبيات، اذا بدنا نجي لعيوبها، هلا اكيد هي كونه الى سماكه، فنحن بدنا نبرد من السن لحتى نعوض عن سماكتها. مثل ما حكينا من شوي انه هي سماكتها من 0.3 ل 0.5 ميلي، يعني انا بدي ابرد من مينا السن من 0.3 ل 0.5 ميلي. هي نقطة. النقطة الثانية انه اذا كانت عندي الصحة الفموية للمريض سيئة فينا نقول نوعا ما، فممكن هي مع المستقبل تعمل نخور، تعمل التهابات، ممكن تعمل رائحة فم كريهة تؤدي إلى زيادة تجمع طبقة البليك بين اللثة والعدسة. اليوم إذا حبينا هيك نعطي بدائل للفينير، نحن بنعرف إنه اليوم تكلفته لأنه هو مكلف بالأصل، هو كمان هي أحد عيوبه التكلفة المادية إنه مكلف على الأشخاص. بدائل اليوم الشخص شو ممكن يستبدل الفينير؟
هلا يستبدل الفينير مثل ما حكينا من شوي، ممكن يكون في عنا التبييض، بس طبعا التبييض هو ما بيغير شكل الاسنان، بيرجع بس بيرجع وقت القهوه الكافيين هدول القصص. اكيد اكيد اذا كانت عادات المريض الصحيه سيئه او مثلا هو مدخن اكيد بيرجع تبييض. في عنا شيء اسمه الفينير المتحرك. شو هو الفينير المتحرك؟ هو عباره عن قالب براتنجي تقريبا سماكته 0.5 ميلي، بينحط على كامل الاسنان، بس انا ما كثير بفضله، بحسه انه هو لا يحاكي شكل السن الطبيعي. كمان في عندنا من احدى بدائل الفينير اللومينير، اللومينير اللي هي بتكون لسه عدسه ارق لسه من عدسه الفينير. طيب كثير بنشوف صغار بالعمر، شباب وصبايا بيحبوا انه يتبعوا هاي التقنيه، في عمر معين او شروط معينه انه ممكن يجي لعندك حدا بعمر صغير يقول لك انا حابب اسوي فينير؟ ممكن يكون في محاذير او يكون في شروط معينه لتطبيق هي التقنيه؟ هلا طبعا اكيد بيكون في محاذير اكيد، يعني شخص عمره اقل من 18 سنه اكيد انت ممنوع تعملي له فينير، ممنوع نعمل له فينير. هلا دائما انا بفضل اذا كان شكل الاسنان طبيعي محبب، ما له عامل للمريض اي مشكله نفسيه او مقلل له بثقته بنفسه، فانا ما بفضل اني اعمل الفينير. هلا صح انه الفينير هو التحضير تبعه اصغري، يعني انا ضليت ضمن طبقه المينا ما كثير عملت تحضير جائر لنسج السن، بس مع هيك انا خسرت من مينا السن. تمام، عشان هيك بنلاقي رشا اغلب اطباء الاسنان ما بيتبعوا الفينير، يمكن بيعرفوا شو خطوره الموضوع وقيمه السن، انه الواحد يضل معه لسنين طويله قديش مهم. هو يعني بعد فتره بده تجديد او بده تعديل الفينير؟ يعني له عمر محدد؟ هلا هو المفروض تكون الفتره تبعه، لنقول العمر الافتراضي تبعه 15 سنه، لكن في بعض العادات الصحيه ممكن تكون عند بعض المرضى ممكن تؤدي الى كسر العدسات او القشور الخزفيه، وهي من احدى مساوئها انه اذا انكسرت العدسه نحن ما فينا انه نصلحها، نحن مضطرين انه نبدلها، وهو مو بالامر السهل انك انت تبدلي الفينير، فهي ممكن تتعرض للاهتراء. في بعض المرضى عندهم صرير ليلي، هن بيكزوا على اسنانهم هن ونايمين، فهدول المرضى هن مضاد استطباب للفينير، يعني ممكن تكسر العدسه. ايمت اليوم الطبيب بيروح لموضوع انه يشيل العصب قبل ما يركب الفينير؟ هيك حالات موجوده او لا؟ نحن دائما عم نبعد عن هاي القصه. هلا اكيد نحن كثير منبعد عن موضوع انه سحب العصب، لانه نحن متى ما سحبنا العصب عن السن نحن روحنا التوعيه الدمويه عنه، فانت فيك تعتبري انه السن ميت، هو هش، هو قصف، هو معرض للانكسار. الفينير هو اذا السن سليم هو ما بيخليني او ما بيحيجني لانه انا اسحب عصب للسن. نحن مثل ما قلنا انه تحضيره اصغري، يعني تحضيره هو ضمن مين السن، انا ما فتت على عاجز اليوم السن. الطبيب اكيد إنه اصلا انا بفضل اذا كان السن مسحوب عصبه ما فينا نعمل له فينير، تمام، لانه غالبا بتكون طبقه المينا عنده غير حيه، فانا بدي اعمل له تيجان زيركون، رحنا لعلاج ثاني. طب دكتوره اللثه، يعني ما بصير تراجع باللثه خلال هدول السنوات، بيتغير شكل حتى الفينير ممكن يتغير اذا تراجعت اللثه، او ما بعرف شو هي امراض اللثه اللي ممكن تاثر على هذا المنظر الامامي اللي نحن حطينا كل المصاري كرمال نحصل عليه بالنهايه؟ اكيد هلا بصير عنا التهابات لثويه، بصير عنا انحسار اللثه، خط اللثه بيرجع عن شكله الطبيعي اذا كانت الصحه الفمويه عند المريض سيئه. ما هو هي كمان فينا نقول انه من احد عيوب الفينير انه بتلزم المريض بانه يعتني باسنانه اضعاف مضاعفه، لانه نحن الفينير وجوده ضمن الفم هو عم بيزيد من تراكم اللويحه الجرثوميه او صح. طبقه البليك، وبالتالي عم بيزيد من الالتهابات اللثويه. صار الواحد لازم يفكر كثير قبل ما يروح بهاي الخطوه. نحن كثير وقت اللي نزلت القصص الفينير وهدول القصص حبينا، ولكن اليوم من طبيا نحن عم نشوف انه في تراجع باللثه، في مشاكل صحية. بعدين حنرجع نجدد، يعني حنرجع ندوبل المبلغ مرتين وثلاثه واربعه، يعني بعد 15 سنه ما بنعرف كيف بتكون صارت التكلفه. هو غالبا اذا كانت خطه المعالجه من البدايه صحيحه باشراف طبيب مختص ان شاء الله بتكون النتيجه صح. نصائح سريعه للاشخاص اللي بدهم يتبعوا الفينير او مركبينه
للصحه الفمويه؟ هلا اهم شيء او اول نصيحه دائما اطباء الاسنان بيقولوها هي الفرشات ومعجون الاسنان، اكيد بعد كل وجبه طعام اهم شيء انه ما يكون في تراكم للويحه الجرثوميه بين العدسات او بين العدسه وخط اللثه. كمان في عنا الخيوط السنيه، استخدام الخيوط السنيه والغسولات الفمويه، الابتعاد عن اي عادات صحيه خاطئه مثل قضم الاظافر مثلا، هي العاده ممكن تكسر الفينير او تطبق عليها ضغط. كمان فينا نقول المرضى المدخنين، صح انه عدسه الفينير هي ما بتغير لونها، بس لازم كمان المدخنين يخففوا من التدخين مشان ما يصير في ترسبات على العدسه. واهم شيء انه المراجعات الدوريه مشان يعمل الطبيب تشيك اب كل 6 شهور يشوف اذا اللثه فيها انحسار ولا امورها تمام. ان شاء الله الصحه والسلامه للجميع. دكتوره ديانا بدنا نتشكر حضورك لليوم، وان شاء الله هيك ايامك كلها ابتسامه بلا فينير، يعني خليها تكون من القلب طبيعيه. شكرا كثير، شكرا كثير، اهلا وسهلا فيكي. وصلنا لختام صباحنا غير